فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أخي يؤذن في قرية في أحد المساجد، وقد يكون في صلاة الفجر فلا يأتيه أحد، فما الواجب عليه علما بأن المساجد الأخرى بعيدة؟ عليه أن ينصحهم، يذكرهم بالله ويعظهم لعلهم تحيا قلوبهم ويأتون، يحاول معهم النصيحة والموعظة، يبلغهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: أنتم مسلمون تريدون النجاة، أطيعوا الله ورسوله، احضروا الصلاة، ويبين لهم هذا لعل الله يهديهم. وإذا كان هناك سلطة تأخذ على أيديهم فيذهب إلى من يستدعيهم ويتعاهد معهم ويلزمهم بالصلاة. نعم.